السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزفلون منذ سنة 2015 وجهاز الأمن والاستعلامات، أي ما يعرف بجهاز المخابرات الجزائري، تلقى عدة ضربات في إطار الحرب الأجنحة بين الجماعة اللي ماسكين بزمام السلطة. أول من بدا يوجه ضربات سعيد بوتفليقة، يضرب جهاز الأمن، وعلاش؟ باش ينقص من نفوذ جنرال توفيق اللي كان ذاك الوقت على رأس DRS. وعلاش يحب ينقص من نفوذه؟ باش يقدر يوجد حرية تامة في التصرف في أمور الدولة في غياب خوه اللي كان مرض منذ أفريل 2013. بدأت ضربات الوحدة مور الأخرى. نذكره كامل، أول ضربة جات من عمار سعيداني، كان ذاك الوقت أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، وينتهجم على توفيق بكلام قوي خلات الناس دهشة. طبعا عمار سعيداني ما دارهاش براسو، كان عنده ضمانات عند سعيد بوتفليقة، ولكن بقى خايف 15 يوم وهو حاكم كرشو. ومن بعد ضرب لي توفيق، ما كان والو، ما دار حتى شي، ما تحرك ما والو. ومن بعد بدات امور تمشي الى انه جسوا نبض توفيق في 2013. مازال بداش الضرب الصحيح. 2013 في شهر سبتمبر او اكتوبر يخرج خبر في موقع كل شيء على الجزائر TSA، يتكلم عن إعادة هيكلة DRS. يقول باللي الأمن الخارجي يعود تابع لوزارة الخارجية، وأمن الجيش تابع لليتا ماجور تاع الأرمي، والأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية. الخبر هذا قريته، وكان معايا واحد بعثولي توفيق زعما باش يقول لي تحبسوا بركة الآخر ومنا ورجع، ودرك درك الجرانين ديالك، ودرك نحلوا المشاكل وكذا. قلت له أنا والو، معايا أنا ما كان حتى نقاش، حبسنا خلاص. أنا هذاك والسيد اللي بعثولي كان معايا، قلت له قلت له هاولي بعثك رفدوا الماء. ساعتين من بعد أو ثلاث ساعات من بعد الزوج تاع العشية، نعاودو نضربو الطلة، نصيبو وراح الخبر تنحى من تياسا. أنا كنت عملت كابتيو ديكرون طريطة من قبل، عملت كابتيو ديكرون باش بعثها لواحد صاحبي يأكد لي الخبر وشوف واش هنا. هذاك الصديق نشنش واصل هو مليح، يعيط لي يقول لي راه توفيق تليفونه حب يهضر مع الرئيس، على بالو الرئيس مريض ما يتكلمش، ولكن هو عيط لذاك الوقت كان رقاب، محمد رقاب كان سكرتير بارتيكولي تاع بوتفليقة. عيط له قال له يا ولدي واش هذا الخبر اللي خرج؟ قالوا حاب نشوف الرئيس. انا ما قلتش الخبر، قالوا حاب نشوف الرئيس. قالوا اوكي. شاف سعيد، سعيد قال له شوف مع المسؤول المباشر ديالك اللي هو القايد صالح نائب وزير الدفاع، لانه DRS تبع وزارة الدفاع. عيط والقايد صالح، من القايد صالح ما كانش على باله ولا كذا، قال مكالمي وحبسو تنحى الحكاية وبطلوا. بعد بداو
باش نحاولوا ديجا هي من قبل في 2013 في جويلي 2013 نحاولوا امن الجيش عطاه ليتا ماجور وكان منا جبار على راس امن الجيش زادو نحاولوا خريطة الاعلام ونحاولوا مصلحة الشرطة القضائية السيرفيس جوديسيير ولا بوليس جوديسيير نحاولوا ومن بعد داو بشوية داو يحفولو في ضفارتي يرقمولو في ضفارتي كيما نقولو بشوية 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 حتى صبرو نحاولو الجيس نحاولو جهاز آخر بداو لحقو في فيفري 2015 نحو 55 جنرال وكولونيل أحالوهم على التقاعد منهم اللي عاودو رجعو كيما عاشور الضاحي وجماعته أحالهم عن التقاع هو ساكت توفيق يتفرج توفيق ماهوش نضاربي راح يضارب وكذا وتصارع يضربوه يسكت يضربوه يسكت حتى نهار 15 سبتمبر 2015 بعثوا له بريه قالوا له ما بقى بريه ويحير في التليفون زقالو قالوا راه يقول لك الرئيس خلاص مهمتك جا رايح في الباريس وجا رايح تو سامبلومون ومن بعد بدا الضرب في الجهاز نحي هذا عناصر توفيق ومن بعد جيب واحد اخر عناصر بدا ومن بعد جيب ناس اللي ما عندهم حتى علاقه في بالامن ديجا من قبل ما يتنحى توفيق وكان سعيد داير عليه الدراع سعيد بوتفليقه سعيد بوتفليقه جا خلط له الورق داخل الجهاز وهو مازال له يحكم عين له محمد بوزيت اللي اسمه يوسف مدعو يوسف اللي عمره ما خدم في الامن الخارجي عينه مدير الامن الخارجي وعين كولونيل بن داود جنرال بن داود ولا جنرال مدير الامن الداخلي هو عمره ما خدم في الامن الداخلي كان حياته كاع جايبها في الخارج هذا باش يضربوا طرف تاع جيس باش وبدات ومن بعد هما الحقوا سعيد خرج عندو كلي رئاسي طبعا وكان يخدم باسم الرئيس عمل قال دي ار اس تحلت واجهزة الامن تابعة للرئاسة وعين بشي الطرطاق كمنسق لهذا الجهاز للاجهزة الامنية الى ان تنحى بشي الطرطاق وتنحى بوتفليقة وتنحى سعيد بوتفليقة وبداو يجيبو ويحطو اليوم ما كانش هذاك الشابو اللي نسق ما بين الامن الداخلي وامن الجيش والامن الخارجي ما كانش الامن الداخلي وحده والامن الخارجي وحده جابوا له ان اونسيان ثاني كان في روتريت عادو جابوه محفوظ اللي كان مدير العلاقات الدوليه العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع ومن الجيش عاد الارض كل يوم يحطوا له مدير يحطوا مدير منا يدخلوه الحبس يحطوا حد داخل يدخل الحبس على كأن الجيش ولا عبارة عن بيت تاع ترانزيت باش نسرعوا الحبس بعد عاد خرج عاود ردوا شوف عمرو جهاز أمن في العالم ما خدا ضربات كما جهاز الأمن الجزائري في إطار الصراع ما بين هاد العصابات الصغيرة لي كلونت لي بتي فوايو عمرو ما كان حتى جهاز أمن في العالم ضرب كما جهاز جزائري وبعد يقولك تمس معنوية الجيش وتمس كذا وهما يضربوا فيه ويكسروا الآن حاليا شافوا بلي ما كان جهاز أمن في الجزائر الأمن الداخلي يضرب وحده والأمن الخارجي يضرب وحده وما كان والو ندير والو الأمن الخارجي وأمن الجيش يحب في عود يخدم على أمن الجيش يخدم على السيفيل ويحب يسيطر على الأمن الداخلي وعلى الأمن الخارجي ويحب يعود هو المنسق ما بيناتهم يعني واحد الخلطة عودة التوفيق من وراء الستار مع نزار خلات
توفيق يقول لهم درك يلزمكم تعاودوا تردوا الجهاز كيما كان، يتعاود يتشكل من جديد دي ار اس، انه يلزم يكون واحد على راس الجهاز وينسق ما بين الاجهزه الثلاث. الور كاين مشاو في حكايه قال نديروها كتاب الدوله للامن باش يكون عنده يعني وزن، كتاب الدوله للامن، الامن الدوله. هذا كيما الفكره خرجت في سنه 93 لما زرت عين وزير دفاع وكان طلب باش يجيب محمد بتشين يخدم معاه في وزارة الدفاع وما خلاوهاش الاخرين. ومحمد بتشين كانوا كلموا له على هذه وزارة الامن الداخلي، وزارة الامن مينستير لا سيكوريتي، باش يحكي ما هو. وبدا هو يوجد في روحه ياخذ جزء من لابوليس، جزء من الدائرات، جزء من الجدارمية، جزء من الاخر، ويشكل هذا الوزارة هذه. ولكن بعد لانه كان صراع ما خلاوهاش جماعة حزب فرنسا العمالي والعربي بالخير وكامل بلوكاوه، راحت الفكرة تاع وزارة الامن. رجعت الان لانه توفيق كان وراها ثاني الفكره تاع وزاره الامن هذه، يعني وزاره الامن امن الدوله. ودرك نتكلموا على كتابه امن الدوله، يعني جهاز مخابرات يبقى جهاز مخابرات، ماهوش محتاج يجي الرئيس تاعو يحضر اجتماع رئاسه الحكومه، ماهوش محتاج. ما كان في حتى دولة رئيس مخابرات يحضر اجتماع الحكومة، هذا اللي راهو حاليا راهي النار شاعلة ما بيناتهم، حرب ضروس الفوق، شكون ياخذ هذا الجهاز، شكون يعود ينسق، وشكون اللي يعاود يهيكل جهاز الأمن، وعلاش؟ لانه الناس كلها عوض انا تخمم على مصلحه البلاد نديروا جهاز قوي باش يخدم البلاد، هما لا، شكون يعود عنده نفوذ اكثر من الاخر؟ شوفوا فيها من باب النفوذ، قال انا المحكمه باش يعود عندي نفوذ وهذاك يضمن للروح ما يتنحاش، يعني كل اللي توفيق ما تنحاش، ما عندك ما تضمن. لهذا الصراع اللي براه مشتد علاش؟ باش كل واحد يحب يفرض روحه، وطبعا كل واحد عنده خيوطه من اللور، هذا هو المشكل. والخاسر الكبير الجزائر وجهاز أمنها، لأنه جهاز أمن دولة هو اللي يضمن الاستقرار تاع البلاد، لأنه كل شيء مرتكز عليه هو العمود الفقري في الدولة، لأنه فيه مكافحة الجوسسة. ما تبقاش نتايا يجي رئيس ولا قائد أركان يظل يبلبل راهو عندنا عدوان مغربي علينا أو عندنا عدوان كذا عندنا، لا، عندك كلش جهاز أمني يعطيك كلش بالبيان، يعطيك بالبيان وتعرف واش تمد. هذا المهم، نقول ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.